صراحة الخطوة تكلمنا كثير بالإيضاح عن المعرفة والفهم وفصلنا بينهم واحد واحد لأننا نتكلم عن قضية الجهل. كثير بيتهم الناس ويتهم أشخاص ممكن يتهم نفسه إنه جهل. في كلمات كثيرة وارد فيها بس ناخذ الكلمة الثانية بعد هذه الكلمة إن شاء الله. الجهل إيش هو؟ الإنسان أنا أنت أي أحد ممكن يكون جاهل، خلاص ممكن يكون جاهل. ليش هو جاهل؟ لأنه هو عنده نقص، عنده نقص ما في المعرفة. نقص عنده نقص في المعرفة، تمام، وعنده نقص، تمام، في سهل من الواحد الثاني من الشخص الجاهل، سهل من هو ربه يشعر انه هو جاهل، بس كيف يقيس المسألة؟ طبعا الشخص عندما دون ما تولد هو جاهل، عشان كذا كنتين جدا يهال 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 عيال جاهل، بس هو يتعلم هيتعلم المعرفين وهيفهم في السلوك كيف هيعرف، لكن هيعرف كيف يعمل، هيكون فاهم كيف يمكن فاهم السلوك، فاهم العادات والتقاليد، فاهم كل حاجة، وبيدرس بيتعلم بيشتغل كل حاجة معرفة. الجهل معرفة، تمام، يكون في معرفة حل وسيط. الحل هنا بسيط. ايش هو؟ فهيروح يطلب وهيعرف أبسط مثال هذا الشيء، مثلا ما كان عارف مثلا سمع عن متجر معين بس ما يعرف، هو هيبحث هيسأل لما يسمع، بعد ممكن يروح يدفع زيادة في مصاريف المواصلات، ممكن يلف في أماكن يوصل أماكن برا. أول ما يوصل المكان خلاص تحسن الموضوع، صار هو جاهل، صار هو بيعرف، تمام، بيعرف خلاص. ثاني مرة لما يروح ما يحاول يقول له الخطوات هذه، هيروح خطوة واحدة، تمام، هذا الجهل المعرفي، الجهل سهل. حلو بالنسبة للجهل في الفهم، إيش علاقة؟
Deixa. Amém. كل خطأ صحيح ما مشكلة هنا هو سوف تبقى معرفية العلم مع سيدنا لكن لما تكون ما انت فاهم او ما عندك شوف انت اول عندك الاستطاعة بس ما عندك التوجيه لكن الان عندك التوجيه تعرف فين الوجهة بس ما عندك الاستطاعة ليه؟ ما عندك الاستطاعة هي التركيزية مع انك بصفحة انك انت تسوق السيارة اللي انت معاك تمام؟ انت عندك مشكلة بالصفحة تمام؟ فهنا يكون ايش؟ التفكير تمام؟ نضرب مثال تمام؟ هنا لو قلنا بالجهل هنا نقول مهارة هذا كرة قدم ماشي هذا زمان كرة قدم فلازم تعرف تلعب كورة وهذا شيء أنت شهور سنين تمرين وتدريب لكن المعرفة في هي اللي انت بتسقلها بشكل يومي علشان تعرف
أصول الهدف مع المعنى المتبادل. لما تحتاج المهارة اللازمة توصل الهدف. تمام؟ بالعكس تحتاج المهارة اللازمة ممتازة. تمام؟ لكن ما تعرف كيف تسد الهدف أيوه يقول لك والله ممكن الموجه أو المدرب يقول لك أنت أقول لك الطريقة هذه بالتكتيك الفلاني أو ما تشوفش طيب؟ فأنت ما كان ينقصك المهارة كان ينقصك التدريب. فاهم؟ أنا أقول معرفة أقول فاهم وهذا الوجه. سهل إنك أنت تعرف الجهل في بعض الأحيان في الأرض جاهل معرفيا تمام دائما يتضح معك انك انت جاهل معرفيا لما تكون عارف الهدف. بمجرد معرفتك بالهدف بوضوح تمام على طول بتلاقي انك تعرف ان عندك جاهل معرفي خصوصا اذا انت فشلت في الوصول للهدف تمام تعرف يقينا انك انت فشلت في المعرفه تمام في محاولات لكن اللي هو المعالج مع السليم والصبر. إذا كنت في الجهة الفهم فأنت عندك يقين ومعرفة واضحة بالهدف تمام؟ لكن الاستعداد لأنه ضعيف فتقول له الجانب الفهم. عشان كده الشخص اللي عنده قصور في الفهم لأن إذا ما استطاع أن أقول ويغطي القصور هذا يوقف الكفاءات. يكون هو صاحب مشاكل صاحب شركة يوقف الكفاءات عشان يوصل للهدف اللي هو بالنسبة له قابل. وإذا كنت صاحب فهم كويس تمام صاحب فهم كويس أنت تبغى توصل للهدف معين لكن أنت صاحب فهم كويس تقوم بإنشاء منشأة بس لازم الشخص يعرفك كيف توسع المجال. انت عندك الطبخه بس تحتاج واحد يعرفك كيف تبيع الطبخه هذا الشيء. فالمشكله مش في